très heureux d'avoir accueilli aujourd'hui à Paris le Premier ministre du gouvernement d'unité nationale libyen. دائما لعبت فرنسا دورا مهما في توحيد الجهود لتعزيز الجهود الدولية لتعزيز الشرعية السياسية في ليبيا ويمكن أن تستمر في لعب دور أكبر في تعزيز هذه الشرعية من خلال دعم ليبيا على بسط السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي والمساهمة في إنهاء التواجد المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية نتمنى سيد الرئيس دور الاتحاد الأوروبي وفرنسا على مجهوداتهم لدعم ليبيا في مواجهة الهجرة الغير شرعية ومكافحة الإرهاب والجماعات الإجرامية العابرة للحدود واستعدادهم لتسخير كافة الإمكانيات لديهم لدعمنا في تأمين الحدود